بلا حدود. مرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامجكم انا مرايتك. النهارده هنتكلم عن قضيه بتمس بيوت كتير وكمان بتهم قطاعات كتير من الاسر المصريه. هي مش بس بتمس الاباء والامهات، هي كمان بتمس ملايين الاطفال اللي بيكونوا مشتتين بين الخلافات والنزاعات بين الاباء والامهات. النهارده هنتكلم عن قانون الرؤيه. طبعا بعد ما اصبحت ساحات المحاكم مليانه بقضايا الطلاق والخلع، الحقيقة المشكلة مش بتقف بس عند الانفصال الاب والام، هي بتبتدي من هنا لما بيكون في نزاعات على النفقة والحضانة والرؤية. بس الحقيقة ان الطفل ملهوش ذنب ان يدفع ثمن كل ده. الطفل من حقه ان يتربى في اسرة بين والده ووالدته، ولو ما قدمناش على ده واستحالت العيشة بين الطرفين فمن حق الطفل انه يشوف حياة سليمة، صحة جيدة، يتربى كويس. الحقيقة ان القانون ده بيثير الجدل من زمان، بس اللي اثاره دلوقتي ان احد النائبات قامت بمشروع قانون الاستضافة بالطالب ان الاب يبقى ليه حق انه يستضيف ابنه. خليكم معنا انا بعد الفاصل هنتكلم عن قانون الرؤية. رجعنا لكم بعد الفاصل، وزي ما قلنا لكم قبل الفاصل هنتكلم عن قانون الرؤيه ومشروع قانون الاستضافه. طبعا احنا بيهمنا في الاول وفي الاخر مصلحه الطفل. ونرحب بضيفنا استاذه مروه خلاف، عضو بحمل التمرد والمتحدث الرسمي باسم سيدات مصر ضد قانون الاسره. اهلا بحضرتك. استاذ محمد ياسين، محامي ومتضرر من قانون الاسره. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا فندم. استاذ محمد، قول لنا الاول عن قانون الاسره، قانون الرؤيه اللي احنا ماشيين عليه دلوقتي اللي بيطبق الان. هو قانون اتعمل عشان في حاله ان لو الام تعنتت او رفض انها تخلي الاب يشوف اطفاله بالطرق الوديه، عشان الاب بعد كده يلجا للمحكمه بيطلب ان هو يشوف اولاده، بيتحكم له 3 ساعات في اليوم في الاسبوع كله. وللاسف ما فيش في القانون ده او في الماده دي، هي كانت بقرار من وزير العدل عامه، هي ما كانتش بقانون نزلت من طريق للشعب. ان ما فيش اي جزاء رادع للام لو امتنعت عن ان هي تودي الطفل. ان هي لو ما راحتش النادي نفس ممكن تروح بمزاجها، تروح ساعه نص ساعه، تروح تمضي وتمشي. في امهات بتيجي تحضر بالطفل تقول الاب انت ده حكم رؤيه، يعني تقعد هناك وتشوف بس، تبص عليه ما تقربلوش. بتكون النفقه ازاي اللي بينفق الاب بينفقها؟ بتبقى يعني على اساس ايه ممكن برضه على اساس ودي او على اساس حكم محكمه تقديري لنسبه دخل الاب وظروفه. تمام. هو بيكون ملزم ان هو يجيب شقه حضانه. في ممكن احيانا لو هي ممكنه بالشقه ملزم ان هو يسيبها لها، بيكون تاخد حكم تمكين. تمام. او لو هي مثلا بتسيبها وبالمحكمه تحكم لها باجر مسكن، اجر رمزي من ضمن النفقات اللي بتتفرض في الاحكام، لان في اكثر من حكم نفقه بتفرض على الاب. تمام. والولايه التعليميه بتبقى مع مين؟ مع الاب ولا مع الام؟ هو مجرد ما بيحصل الطلاق بتبقى الولايه التعليميه مع الام. مش من حق الاب هو اللي بيقدم المدرسه؟ خلاص، بينتهي دور الاب من حياه اولاده، مجرد ان هو يدفع مصاريف المدرسه بس. بس في بعض الحالات ان لما الام بيحصل بينها خلاف وبين الاب بينقله هو من المدرسه، بتبقى الولايه معاه. لا ما بيقدرش. يعني الولايه التعليميه تبقى مع الام، ولو هو حولهم هي بتروح ممكن تردهم المدرسه تاني. لان هي اصبحت متملكه في مصير الاطفال مش هو.
تمام. طب خلينا استاذه مروه تكلمي لنا عن قانون الاستضافه المشروع قانون الاستضافه اللي بتطلبوا بيه دلوقتي. طيب خليني الاول قبل ما اتكلم بس عن قانون الاستضافه عاوزه اقول حاجه مهمه جدا، هي مرتبطه طبعا بقانون الرؤيه ومشاكله ومطلبنا كحق عادل ومشروع كطرف متضرر من تطبيق قانون الرؤيه او ماده الرؤيه اللي هو داخل قانون الاحوال الشخصيه او قانون الاسره اللي هو موجود دلوقتي حاليا واللي بيطبق واللي احنا كطرف متضرر بنتكلم ايه مشاكلنا معاه. قبل ما اتكلم عن قانون الاستضافه بس عايزه الفت النظر ان احنا مش بنتكلم عن حد بشكل شخصي، مش بنهاجم حد بشكل شخصي، ما بنتكلمش عن مشكله فرديه، ما بنضربش مثل بمشاكل شخصيه قد ما ان احنا جايين بنقول ان احنا في ظل هذا القانون بتاع قانون الاحوال الشخصيه وقانون الاسره الحالي افرز مشاكل كبيره جدا ومأساة كبيره في الاسره نفسها اللي هو معمول عشان مصلحتها اصبح ضد مصلحتها. كويس، فده خلانا نقول ان احنا عايزين نتكلم في المشاكل ديت كاطراف متضرره، لا ما بنتكلمش ما بنهاجمش حد، مش جايين ننتزع حق من حد، مش جايين نتكلم في حق المراه، مش جايين نتكلم هو الحضانه يا اما مع بتبقى ما بتكون مع الاب او مع الام. موضوع الحضانه دوت موضوع يعني دوت ده من ضمن الجوانب المقترحه والحاجات اللي احنا هنتكلم فيها في مره تانية. انا بتكلم دلوقتي على ان احنا مش بنهاجم حد ومش بننتزع حق من حد، احنا جايين نتكلم في مصلحه مش مصلحة طرف على حساب طرف تاني، احنا جايين نتكلم في مصلحة الطفل. بمعنى النهاردة القانون لو انا اديته في ايد اي حد وديت له صلاحيات ان هو يبقى بموجب الصلاحيات ديت بيستعمل الحقوق ديت واساء استخدامها، الطرف التاني هو بيكون مظلوم جدا. كويس، فاحنا مشكلتنا دلوقتي مع القانون الحالي ان احنا مش عايزين طرف يجي على حساب طرف ويكون المتضرر في النص هو الطفل. فاحنا الطفل المفروض يتربى بين بالظبط. فاحنا اول حاجه مطالبتنا بتعديل القانون او مطالبنا المشروع اللي احنا بنتكلم فيها علشان هي هتكون حد سيف على رقبه من يسيء استخدام القانون سواء كان اب او ام، سواء مطلق او مطلقه، لان للاسف الواقع خلانا نقف قدام المسميات، لان المسميات النهارده هي اللي بتتحكم في طبيعه العلاقه بتاعه الابناء بالاباء. يعني النهارده حتى المطلقه لما بتتحول لمطلقه اول حاجه بتقولها دول ولادي، يعني حتى في الحديث الطبيعي بيطلع منها نفسيا من غير ما تحس دول ولادي. لكن عند يعني دي عاطفه بالظبط، لكن عند الشكوى وعند قضايا النفقه وعند الامور الثانيه بتبدا تقول لك دول ولاده دول ما بيصرفش عليهم. فبنلاقي حتى من النغمه دي لو احنا قعدنا، لان احنا متعودين الاب دايما هو اللي بيصرف. اكيد اكيد ده طبيعي القوامه. انا مش كلامي معناه ان انا يعني بل في قوامه طبعا، يعني احنا قوامه الرجل بما انفق طبعا. انا بتكلمش خالص في مساله الانفاق، انا بتكلم في الحاله النفسيه اللي بتتحول عند الام مجرد ما يبقى في نزاع بينها وبين الزوج في حاله وقوع طلاق، بتبدا تنسى في النص مصلحه الاطفال دول. وللاسف القانون اللي موجود دلوقتي خلاها تقدر تعمل كده بمنتهى السهوله. وده طبعا بيتمثل بشكل واضح جدا، بشكل ظالم جدا، بشكل مؤذي لاطراف كتيره. الناس مش واخده بالها، هي مش بس متوقفه على الاب كطرف متضرر، الاب دوت ليه عيله، ليه عمات، ليه اخوات، ليه عيله بالكامل زي ما بالظبط. لا تكفي ان هو يجيب والدته ووالده يشوف، ليه ام، ليه اب، في جد، في جده محرومين. فالحرمان والظلم ده واقع على طرف بالكامل، ما هوش شخص واحد، الطفل دوت جه من اب ومن ام بكل اطرافهم. فالنهارده احنا بنتكلم عن المشكله دي لان هناك من يسيء استخدامها. احنا ما بنتكلمش عن الناس السويه اللي هي عارفه نفسيا وبالفطره ان الابن ده او الابنه ليه حق في ابوه ايا كان شكل اختلافي معاه. اختلفت معاه ازاي؟ كملنا في حياتنا، انفصلنا، اتطلقنا، لكن الابن المفروض ما يكونش طرف. النهارده للاسف اللي بيحصل ان الطفل دوت بقى طرف ووسيله ضغط. انه هو يعني هيكون باباه او الاب هيشوفه في حاله الرضايا انا عن المطالب بتاعتي او عن وجوده. يعني بقى اصبح وجود الاب هنا مشروط، مشروط بموافقه الام كطرف حاضن طبعا. للاسف يعني بتتنسى، يعني بعض الامهات بتستخدم ده هي بتتنسى على الطفل. يعني الطفل ده اي حد مننا بيبقى جواه حب عظيم جدا جدا لوالدته، بس لما يجي يتخذ رمز ومثل اعلى في حياته ونموذج يبص له بيدور على مين؟ يدور على الاب.
في الحقيقه فلما يكون الاب ممحي من شخصيه الطفل، هو الاثنين هم ما ينفعش هذا النموذج ده بالذات بيتشوه، او مثلا لما بيحصل في رؤيه بيعتدى عليه وبيتضرب وبيهان، ده شيء مش طبيعي. لما يعني بتحصل عندنا، انا مش عايز احكي يعني، في بشوف اب في الرؤيه قدامي بنته مش بتجي له الا لما يشاور لها من بين مثلا بيخبرها ب 50 جنيه و100 جنيه و200 جنيه، غير كده ما تجيش تقعد معاه. وده من وجهه نظر حضرتك مين السبب فيه يعني؟ ده سيء جدا طبعا من الام اولا، يعني ازاي الام تعود بنتها على السلوك ده؟ المفروض الام تحبب الطفل او الطفل في ابوه. لان انا مش هقعد مع بنتي بفلوس. ده مش انا مش قاعد في للاسف نية في نادي لي نادي مالها ليلي عشان اقعد مع بنتي بفلوس. في غير طبيعي. يعني احنا باختصار عايزين نقول نسال سؤال، خلينا قبل ما نتكلم عن قانون الرؤيه وتطبيقه ومشاكله واللي بيحصل فيه على ارض الواقع. خلينا نسال سؤال كده بسيط خالص قبل ما نتكلم عن قانون الرؤيه. هو ايه اللي وصل اب وام ان هم يشوفوا تكون الوسيله للتواصل مع الاب لابنه او بنته او ابنه وبنته المحاكم للمحكمه؟ مش بس للمحكمه، ده للمحكمه، وبعد المحكمه القرار دوت بيكون في مكان حقيقي غير ادمي. يعني لو حضرتك كده انسانه حابه تخرجي او تقعدي في مكان، عمرك ما تختاري مكان زي ده انك تقعدي تشمي هواء. ده بيأثر على نفسيه الطفل. فما بالك بقى بالظبط. فانا عايزه الناس تتخيل لما دوت يحصل ان يكون هو المكان ده، وبالطريقه دي هي الوسيله الوحيده اللي الابن بيتواصل فيها مع الاب. كويس. ده بيبقى بسبب خلافات، يعني هما ما اتطلقوش وكان في تفاهم وتصالح. بالظبط. هما في نماذج ما بتلجاش خالص لفكره لا المحكمه ولا اسامي شرطه ولا محامي ولا اثباتات ولا شهود ولا تزوير ولا كل دوت، بيكون الكل ودي بنسميها الناس السويه، الناس اللي هي اللي زادت اخلاقها هي اللي بتحكمها. طيب احنا قدام، لو احنا قدامنا طرف زي ده، مش دول اللي احنا نقصدهم، مش دول اللي احنا بنتكلم عليهم، لان الناس دي القانون تقريبا لا يعنيهم في شيء، بمعنى ان قانون الرؤيه، قانون الاستضافه، قانون اي حاجه، الام من غير هي الام مش عايزه تسمع قوانين، ضميرها هو قانونها، ضميرها هو عارف ان في اب لازم ابنه يشوفه، فبيبدا الموضوع يتم بشكل ودي جدا، الاب والام بينفصلوا، بيعيش كل واحد في مكان، كل واحد بيختار حياته، والابن بيبدا يتفهم هو حسب مراحل عمره ان الاب والام مش موجودين، لكن بيروح بيشوف باباه وبيخرج معاه وبيسافر معاه وعارف هواياته وبيشاركوا حياه كامله. تمام. طيب الناس دي مش هم دول خالص اللي احنا بنتكلم عليهم، مش هم دول التارجت بتاعنا، لان دي ناس هي قانون هتعرض فوق القانون، عندها مشكله. لكن لما نتكلم على اطراف او الناس اللي هي بتتعنت، بمعنى تبدا اول حاجه انا مش هوريه ابنه الا لما، انا مش هخليه يشوفهم، انا وبنسمع الكلام ده وبيحصل. ما هو ده ممكن يكون نتائج ان هو مثلا ما بينفقش على الابن. هو ده هياخدنا لنقطه، احنا مش بنتكلم دلوقتي على الناس اللي مش مش بس عشان ما حدش يسيء فهم كلامي او يفسره تفسير تاني. انا مش بقول ان الراجل ما ينفقش، لا طبعا، ازاي يكون اب عايز يبقى اب وهو ما بينفقش؟ انا ما بتكلمش في دي خالص، طبعا امر يتعارض مع المنطق والعقل والطبيعه وكل حاجه، عشان بس ما ينسقش او يترجم كلامي بمعنى تاني. انا الفكره ان انا لما بقول هو مش، لو حد قال اللي ما بيشوفش دوت، انا عندنا قضايا نفقه كتير في المحكمه ضده، انا مش بربط ده بده، انا اقصد انه انا عايز اقول انه حق الابوه او حق تربيه الطفل ونشاته تكون غير مشروطه بالمشاكل الاخرى اللي داخل قانون الاسره. طبعا ما ينفعش بينهم بقى طبعا النفقه وقضايا التبديد المفروض يعني حاجات كتيره جدا جدا، لو احنا فعلا دخلنا في المتاهات بتاعتها حقيقي مش هنطلع. المفروض لو واحد اعتقد المفروض لما الاهل تعرض على حاله بترسم من كل الجوانب، من ناحيه النفقات، من ناحيه رعايه الطفل، احنا للاسف كل حاجه محطه في قضيه لوحدها. بس كل يعني احنا في مصر هنا كل واحده بتبقى كل قضيه لوحدها، يعني النفقه لوحدها. الطفل ده حياته ازاي؟ بيحتاج ايه مصاريف؟ بالظبط. مستوى معيشه الاب ازاي؟ ليه طب النفقه اللي بيفرضها القاضي بتقضي فعلا الطفل؟ والله بص، هي تعتمد على اكتر من حاجه، اولا مستوى المعيشه، مستوى الاجتماعي بتاع الاب والام، مستوى الدخل بتاع الاب. تمام؟ وكمان يعني بعض الامهات بتقول لك لا، هو بيدوني فلوس دي ما بتقضيش، انا بصرف عليها قدها مرتين. يعني النفقه ما بتكفيش احتياجات الولد، علاج لو اي، مش هتروح تاخد منه وتدخله مستشفى ولا تصرف دواء، ما فيش الكلام ده. ما ممكن دي يعالجها ايه؟ رعايه مشتركه. لما ابني يكون قريب مني او بنتي قريبه مني واعرف ان هو عيان، انا اللي هجي اوديه للدكتور واجيب له علاج من غير ما تروح هي تشتكي او ترفع قضيه نفقه وتاخد عليك، انا اللي هاخد ابني او بنتي.
بنتي لو ماشيه معايا هو بابا انا عاجبني الفستان ده انا راح اجيبه لها من غير ما تروح مثلا ترفع نفقه ملبس. بنتي معايا انا بشوف طلباتها برعيه. فالمفروض يكون في جانب انساني. الاب يكون ليه دور في حياه اطفاله. للاسف ما فيش دور حياه الاب، كله ماشي نظام قضايا وادفع وهات. طب انا مثلا طلقت، انت مثلا معاكي الشقه، معاكي العفش، معاكي انا راجل عايز ابدا حاجه جديده. لازم ابدا اجيب شقه جديده، اجيب عفش جديد. فانا اصبحت في حاجه اسمها تكاليف الفرص البديله. انا بعد ما كان دخلي كله لبيت واحد تمام، بس انت عندك اطفال يعني هتوديهم فين؟ تمام. لا ما بقولش بتبرى منهم. انا قلت يعني ايه انا قلت بيصبح في مجال تاني للمصاريف. انا حياتي مش هتقف على كده. لازم برضه ذنب الطفل ده ايه؟ بقول لحضرتك لا بص حضرتك عايز تاخديه ان هو ايه متعمد ان هو ما يصرفش. لا بالعكس، هو نفسه يبيع يعني يبيع نفسه عشان اطفاله، بس هم مش قادر. في حاجز كتير محطوطه. حاجز حطها الام وحطها المحاكم، حطها القوانين. المفروض زي ما قلت لحضرتك القوانين دي اخرجت اسوء ما في الاب واسوء ما في الام، خلقت ما بينهم جو عدائي رهيب. المفروض القوانين تتعدل عشان تخلق ما بينهم جو انساني، تطلع جواهم انسانيتهم حتى لو غصب عنهم عشان مصلحه الطفل. القوانين تتعدل يعني حضرتك عاوز تتعدل تبقى ايه؟ يعني ايه اللي بتطالب بيه؟ بتطالب يبقى في رعايه مشتركه. يعني الطفل ما بين الاب والام. ازاي؟ ازاي؟ زي ما قلنا مثلا قانون المعايشه للاستضافه. قانون الولايه التعليميه تبقى مشتركه بين الاب والام، الاب ليه حق انه يروح يشوف تابع اطفاله في مدرستهم. يعرف ايه مصاريفهم، هو ضعيف في ايه؟ كويس في ايه؟ يشوف المدرسين بتوعه، يقوم بدوره في حياه اطفاله. او حتى يبقى في لينك اجباري ما بينه وبين طلبه عن ويتكلم مع اطفاله عن اطفالهم. دلوقتي كل حاجه منقطعه. يعني تعال اسال فلان انت اخر مره كلمت طلبتك انت، يقول لك من بقى من يمكن ما بقاش في تواصل. مفيش اي تواصل، وده بيدمر حياه الاطفال. ده طبعا ده غلط. احنا المفروض نحسس الاطفال ان الوالد موجود والوالده موجوده وما فيش. زي ما قالت الاستاذه مروه في نماذج فعلا محترمه، يعني في نماذج بيحضر عندنا في الرؤيه، الام تبعته للاب بيقعد معاه مش ثلاث ساعات، ممكن يقعد معاه حتى لحد الساعه 12 بالليل، والاب بعد كده بياخد الطفل ويروح مرجعه لمامته. هم فاهمينه ان انت ابوك مسافر وما بيرجعش الا يوم الجمعه. بيجي يقعد معاك، لكن مش فاهمين الطفل ان في طلاق وفرق. انا بعتبر دول عاقلين. حاله سويه. يا ريت يبقى كل الحالات كده. يا ريت يبقى كل كده. للاسف يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال الجنه تحت اقدام الامهات وكملها كمان وقال لك قال ان صلعه الله غاليه، قال ان صلعه الله هي الجنه. معناه الانسان لازم يسمو مشاعره عن الجواه في مصلحه الاطفال. يعني مهما كان جوايا انا كأم مشاعر سلبيه تجاه الاب. بس ابني ده امانه عندي. ابني ده لازم اعلمه يبر ابوه. يبر اهل ابوه. ده دور الام. احط رجل ابني على طريق الجنه. لما احط رجل ابني على طريق الجنه واعلمه يبر ابوه انا كمان كده استحق. بس خلينا الامهات بس، لان في الحاضن ساعات بيبقى الاب كذلك. الاب كذلك. ما هو لو علم ابنه جحود يبقى هو دخل ابن النار، شال ذنب عظيم. تمام. للاسف برضه الدين اختفى من حياتنا. ناخد تليفون. طيب مدام رؤيه جد دكتوره رؤيه جده متضرره. ايوه انا جدا متضرره. دكتور معاكي دكتوره رؤيه مستيد. اهلا بيكم بالحضور الكريم. اهلا بحضرتك. انا جدا متضرره. انا بنتي حبيبتي قعدت معايا انا وابوها حوالي 8 سنين وشهرين. وبعد كده اتاخدت بالقوه الجبريه من الامارات. بعد ما راحت هناك حوالي سنتين ونص. المفروض ان الانفصال حصل من حوالي من 2013. هي والدتها فين؟ الام تزوجت بعد العده مباشره وقالت له تعالى خد البنت. خدنا البنت. بعد كده فوجئنا ان هي وصلت البنت في المدرسه سنه كامله بعد منها، بعد ما الموضوع ده حصل، بعد ما الجواز ده حصل. فوجئنا ان هم رافعين قضيه ضم للجده. فكان هو بقى سافر الامارات، خد بنته وسافر الامارات. بعد ما قعدت سنه كامله موجوده في مدرستها اللي هي كانت موجوده قريب فيها. وبعد كده راحوا نفذوا الحكم في الامارات بعد السنه اللي فاتت اللي في الشهر 12 سنة. من ساعتها ما شفناهاش ولا سمعنا صوتها. باباها جه مرتين ليها في المدرسه، شافها عقوبه بعد ما عملنا حاجه اسمها اختار شاكي كده بيتعمل. يعني هو الاب رافض يشوفها؟
الاب رافض يشوف، الاب هيتجنن عشان خاطر يشوفها. حضرتك والده الاب؟ انا والده الاب. ما هي دلوقتي الام واهلها بيبقوا بياخدوا الاولاد بيبقوا رهينه عندهم عشان الابتزاز وعشان خاطر النفقات وعشان خاطر ان هم ينكلوا بالاب واهله ويحرموا الطفل من اهله. مصيده الصداقه دي حق اصيل الطفل، مش يعني ابدا يعني زيها زي الانفاق بالظبط، ان هو لان هي الصحه النفسيه للطفل مهمه جدا. فهم كل همهم الهم المادي الجانب المادي، انما الناحيه النفسيه للطفل دي مش مشكله، ما ملوش اي اهميه. احنا عايزين تبقى في قوانين يعني تبقى مع طبعا الرعايه المشتركه دي هي اللي تطلع لي طفل سليم. ده احنا بنطلع كده اطفال مشوهين نفسيا. يعني كل اللي بيحصل دوت مش في مصلحه الطفل، الطفل بيبقى هو السلاح اللي الام بتحارب بيه طريقها واهله. ما تعرفش انها قبل ما بتدمر اهله بتدمر ابوه بتدمر الطفل نفسه. بالظبط. احنا عايزين قوانين قوانين توازن ما بين الحقوق والواجبات بتاع الاب والام عشان مصلحه الطفل. الطفل هو اهم حاجه في الموضوع، كل واحد يبقى بيشوف حياته، انما الطفل هو اللي بيبقى. طبعا احنا كلنا مع الطفل في مصلحه الطفل طبعا. لان يعني حرام احنا كده الجيل اللي بيطلع دوت بيبقى جيل مشوه زاد الادمان. بقينا رقم واحد في الطلاق، بقينا رقم واحد في الطلاق بعد ارتفاع سن الحضانه ل 15 سنه ويخير. فالطلاق بقى صفقه بالنسبه للزوجه، هتتجوز هتنفصل وتاخد كل حاجه وشقته واولاده وكل حاجه. مدى الحياه بقى مع 15 سنه ويخير مش هيختار غير امه بقى اللي عاش معاها. فبيبقى تربيه احاديه بتخلي الطفل دوت ممكن ان هو يبقى عجينه كده طريه، سهل ان هو يتجه للارهاب، سهل ان هو يتجه للادمان، سهل ان هو يكون للشذوذ. مش الحفله اللي كانت موجوده في التجمع الخامس دي، طفل طلع منها، طفل واحد مراهق يعني في سن حضانه الام، لان امي هي السبب. هو اتفاق الطفل وحضرتك بتطالب ان هو يبقى في حضانه الاب؟ انا بطالب ان سن الحضانه ينخفض يبقى 7 سنين وتسع سنين زي زمان، زي ما الاسره المصريه كانت مستقره. وكان الطلاق ده نادر لما يحصل في بيوتنا، لان الام لما هتلاقي ان طفلها هيروح منها بدري هتبقى تراجع نفسها في الاسباب الهايفه بتاعت الطلاق اللي بتطلع اليومين دول. لو ما يعني استحالت العشره بينهم وتطلقت هيبقوا محترمين مع بعض. بالظبط، هو ده اللي احنا عاوزينه، ان يبقى الطلاق فيه تصالح وفي اتفاق وفي تفاهم. ايوه، بحيث ان هي هتبقى عارفه ان الطفل بتبقى معاها النهارده بكره مش هيبقى معاها، فلازم هتحترم ابوه، هتبقى بترحب بالاستضافه بدل ما هي معانده دلوقتي في الاستضافه علشان خاطر ان هي عارفه ان القانون في صفها يعني، ومحدش بيحاسبها حتى في الراي، محدش بيحاسبها لو ما جابتش الطفل. فاحنا فعلا الاسره المصريه في ماساه، وعلينا مؤامره فعلا لهدم لافساد المراه المصريه ولهدم الاسره وكمان لهدم ثوابت الدين. احنا دلوقتي بنسمع الشيوخ بيطلعوا يقولوا الحجاب مش عارفه مش فريضه، بيطلعوا شيوخ يطلعوا يقولوا فتاوى. بس الدين بيقول ان الحضانه للام. نعم، والشيوخ يقولوا ان الحضانه للام، يقول لك الحضانه للام، حتى شيخ الازهر الحضانه للام والرعايه للاب. الاب يراعي ابنه ازاي وهو ما بيشوفوش اساسا؟ لازم الاثنين يكونوا موجودين مع بعض. يعني ده مهزله. وبعدين يرجعوا يقولوا يعني الشيخ شحات الجندي قال اول ما حصلت الحفله بتاعت التجمع دي قال ايه؟ قال فين ابوه؟ طب ما انتوا حارمين الطفل من ابوه. ما معظم التين ايجرز اللي هم كانوا موجودين في الحفله دول معظمهم اطفال مشتتين برضه كده. لا لقوا رعايه اب ولا لقوا قوامه الرجل، الرجل ما يقدرش ان هو ده طالع واحده من مجلس النواب نائبه محترمه تقول ان الاب اللي يعنف بنته لفظيا او بدنيا يعاقب بالحبس. تخيل لو واحد لو حصل كده مفيش حد هيعرف يربي، ما عملوش قوامه لا على مراته ولا على بنته حتى لو هم موجودين في نفس البيت. فهو مخطط لهدم مفهوم الاسره المصريه. احنا عايزين نرجع الاسره المصريه زي زمان، نعمل قوانين متوازنه، عايزين مصلحه اولادنا اللي هم المستقبل. طبعا يعني الاطفال اللي هم دلوقتي سن الحضانه بتاع 10 سن الحضانه 15 سنه ويخير، ده دول هيخشوا الكليات العسكريه بعد
بس ثلاثة. بعض الامهات بتقولك ان في السن ده الابن او البنت بتبقى محتاجه مامتها، بتحتاج مامتها. اذا كان في سنه 28 كان سن الحضانه 7 و9، التكنولوجي اللي كانت موجوده في الوقت ده زي التكنولوجي اللي موجوده في ايامنا دي. لو غير كمان مع البدع يا عم الشرفة، الطفل برضه حتى لو نادي حضانة باباها تكون مع وصال مع والدتها، تقضي 3 أيام مع والدتها، مش هتنقطع من والدتها برضه. أنا عارف كل حاجة، مش سهل التربية، تربية الصلاة. أنا حبيبي بيعلمني الحاجات في على النت ما باخدش أنا عارفاها، لأن هو بقى دلوقتي العالم مفتوح قصاده وما بقاش زي الأول. الطفل كان بديع أو منغلط أو ما لا. كبر جهات كتير حتى بالأطفال. وبعدين أمال بيقولوا الحضانة الطفل ده في الحضانة، ده لحد 5 سنين أو 4 سنين بيبقى في الحضانة، بعد كده بيخش ابتدائي. وبعدين خلاص تخلي بقى الحد إعدادية يبقى حضانة، اسمها حضانة أولى حضانة وثانية حضانة لحد 12 حضانة. ولا يا فندم بنشكر حضرتك، رسالتك وصلت. شكرا. على فكره ان الرعايه المشتركه مراعيه من طلب الرعايه المشتركه بكل اتنين موجودين في حياه اطفالهم، يعني حتى البنت لما تخش في سن المراهقه وتبقى في حضانه والدها مش هتكون منقطعه عن والدتها. لا بالعكس، هتكون كبرت وتقدر مثلا تقضي 2 أو 3 في الاسبوع مع والدتها. يا بابا النهارده بعد اذنك انا عايز اروح اقضي يوم مع ماما، في حاجه انا عايز اتكلم فيها مع ماما، هيسيبها تروح دوم. لا يكون بقى ليها كبرت، ليها شخصيتها تقدر تعتبر. ما هو ده اللي لو ما فيش عند يعني لا هو قانون، زي ما قلت لحضرتك في قانون يجبر الاثنين ان هو يخرج احسن ما فيهم. بالظبط، رجع للاثنين انسانيتهم، ما يبقاش الاثنين اعداء منقطعين عن بعض. لو فعلا القوانين دي اتعدلت، بشكل يوجد الاثنين في حياه الطفل ويشاركوا ويكونوا متشاركين مع بعض في مستقبل الطفل ده، مش هيبقى في اي مشاكل. صح، مش هنقدر نتخانق بقى، مش هنتخانق على سن الحضانه، برغم ان هو مهم. سن الحضانه اهميته مش المرحله الطلاق، سن الحضانه اهميته زي ما قالت الدكتوره رؤيه دلوقتي حالات الزواج القائمه. تخفيض سن الحضانه هو الحزام والرابط الحقيقي للحفاظ على كيانه الاسره القائمه لحد دلوقتي اللي لسه ما دخلش بدايره الطلاق. زي ما قالت الدكتوره، قالت الام هتراجع نفسها بدل مره 1,000,000 مرة، انا لو طلقت او طلبت الطلاق 2 3 سنين وعيالها هيروح مني، طب وليه؟ ما اي مشكله حلها بيني وبين جوزي، وليه وليه؟ طب ويحصل طلاق وشتت العيال واخدهم او يحصل بعد كده مشاكل هتراجع نفسها. لكن دلوقتي الحضانه شبه دائمه للام، مع المسكن مع العفش مع النفقات، طب وليه نطيق وبقى يعيش في حياتي بعد كده ويتحكم فيا؟ ما انا اطلقه وارميه بره عشان ما حياته، واللي ما تصرفش ارفع عليه قواضي. طب بعض الرجال بتقول ان السيدات بتستخدم الطفل او بتعتبره مدخل مصدر دخل، وزي ما دكتورة رؤية قالت ان هو بيبتز بيه الاب، ده فعلا موجود؟ حالات موجوده. يعني لما الام تروح ترفع قضيه نفع على ابو الاولاد، بتحاول تقدم يثبت ان هو تقريبا مالتي ملياردير. وهو بيحاول يثبت ان هو مش لاقي ياكل، طب مين الخسران؟ الطفل. شفت ان القانون بيخرج اسوأ ما فيه؟ من الاب ومن الام؟ من الاثنين. طب وجهه نظر حضرتك ان فعلا الامهات بتستخدم الطفل للاسف؟ بالظبط، هو ده. انا ده تاكيدا على بدايه كلامي لما قلت ان احنا عايزين قانون يكون مصلحته دايما، اي حاجه بنمشي فيها مع القانون ده مع اليات تنفيذه ومع النتائج اللي هتترتب عليه، لما تيجي تصب المصلحه ما تلاقيهاش بتصب في مصلحه طرف من الطرفين، لا الاب ولا الام، مصلحه الطفل اللي هو نتيجه العلاقه ديت. في حاجه كمان مهمه جدا الناس برضو مش واخده بالها منها، من القانون الحالي اللي قانون الاسره اللي موجود دلوقتي. اول حاجه بس قبل ما انسى النقطه بتاعه النفقات وقانون الرؤيه وكذا، باكد تاني على النقطه عشان ما حدش يترجم كلامي بمعنى غلط او يساء فهمي. انا مش بربط، انا لما بقول انا مش عايزه اربط حق الاب في الوجود عن في حياه ابنه او حقه في الابوه، اربطه باي سبب، اربطه باي حاجه وتكون كمان في ايد الست زي النفقات، لان احنا لو فتحنا ملف النفقات ده مش هنخلص عنده، هندخل في متاهه مش هتخلص. لان كتير جدا من قضايا النفقه هي برضو معموله بشكل في ابهات وحشين بيقولوا مش هنصرف وبيستعملوا ده وسيله ضغط، لما يلاقي الست ما بتسمعش الكلام او يلاقيها ان هي بتطلب حاجات مش مفروض انها تتدخل وتخليها كمان شرط معلق على الحياه استمرار الحياه بينهم. فطبعا الحياه
الحياه مش هتستقيم او مش هتستمر، فطب انا هطلب الطلاق، طب خلاص اتطلقي، طب انا مش هصرف، طب انا هوريك في المحاكم، طب انا عايز عيالي، لا مش هوريهم لك. هو دي بالظبط السلسله اللي بتبدا بالشكل دوت. فعشان كده انا بتكلم عن قانون الرؤيه او حق الاب في وجود ولاده وحق ولاده في وجوده في حياته. انا بقول ان هو مش عايزينه يكون مشروط باي حاجه. مشاكل النفقه، قضايا النفقه نناقشها كملف منفصل، يعني ده بنبعده عن ده. بس معنى ان الطفل اب ما بيصرفش على لا ابنه. انا بقول لا ثانيه واحده، ده اللي انا لسه بقوله. ثانيه واحده بس، عشان انا في بدايه الكلام قلت ما يسقش فهمي. انا مش بقول نخلي اب ما يصرفش ونديله قانون، يعني بيربط بينهم بنربط بينهم اللي بيربط بينهم، بمعنى ان احنا نشوف ملف النفقه دوت او قضايا النفقه ايه مشاكلها ونقفل عليها، اوكي، لكن ما نخليهاش شرط في ايد الام تاني يتحكم في موضوع الحياه، ارتباط الحياه الابن بالاب او العكس. بس هو يعني هو ما يبقاش شرط، ازاي انت بتقولي ما يبقاش شرط؟ يعني ده حتى لو ما بيصرفش. انا بتكلم في ان هو القانون الرؤيه او الاستضافه، اصل ما ينفعش تفصلي ده عن ده، ما هو الاثنين كده هو للطفل. ما هو بالظبط. لا انا مش اقصد افصله بمعنى افصله، اقصد بمعنى ان النهارده انا ايه اللي بيحصل. في حالات كتيره جدا احنا قدام، اولا اب بينفق والام قالت ان هو ما بينفقش وهرفع عليه في المحكمه، فالاب كرد فعل بيقول ايه؟ طيب انت مش عاجبك اللي انت بتاخديه، او انت بتقولي ان انا ما بنفقش، طب وريني المحكمه هتديكي ايه؟ فتبدا تلف على المحاكم وتظهر هي بدور الضحيه اللي هي الاب ما بيصرفش وما بينفقش وايه، والمحكمه بتحكم لها بمبالغ زهيده جدا. مع العلم يعني بين قوسين مش كل قضايا النفقه بيتم الحكم فيها بمبالغ زهيده جدا زي ما دايما المشهد ده متصدر طول الوقت. لا طبعا هو بيبقى في مبالغ هو بيحاول يخفي اللي عنده وهي بتحاول بالظبط. فعايزه اقول تاني يعني، بس عندي حبيت اقولها كده ايه يعني بتوين بين وبين الاقواس، لكن هي مش موضوعنا. فاقصد اقول ان تاني موضوع النفقه، انا ما بقولش الاب ما تنفقش او اقول له شجعه ان هو ما ينفقش. انا في بدايه كلامي قلت انا مش عايزه اي طرف يستعمل يسيء استخدام حقي ليه. لا بقول للاب انت ربنا اداك قوامه الانفاق طب مش صارف، ولا بقول للام انا هوريك في المحكمه هتعمل ايه. فهي المساله بتنشا عنها عند من الطرفين، كويس؟ بتبدا الست تقول لك طيب خلاص انا هوريك في المحكمه، وريني هتشوف عيالك ازاي في المقابل. هي بتستعمل بقى هنا بتروح مطلعه ورقه الضغط اللي في ايديها ماشي، اللي هي بقى هتوجع الاول ان ما بصرفش. هو اللي بطل. لا انا مش بتكلم مين اللي بدا الاول او مين، انا بتكلم فعجالة عن تقريبا اللي بيحصل. فانا بتكلم تاني في نقطة ان انا اما بقول عايزة قانون مش عايزة طرف يسيء استخدام القانون، وفي نفس الوقت مش عايزة حاجة تبقى معلقة على حاجة. وبرضو بأكد على ان انا مش معنى كلامي بقول للاب ما تنفقش وتعالى ارفع قضية نفقة وخد ابنك، استضافة او رؤية وخد ابنك. يعني لو فرضنا ان الاب ده ما بينفقش تديله الحق ان هو يستضيف ابنه؟ انت من وجهه نظرك. قبل ما خليني برضو قبل ما ارد على السؤال دوت هقول لك اجابه اكثر منطقيه من السؤال، او اسفه يعني هقول لك سؤال اكثر منطقيه من الاجابه. الاب اللي ما بينفقش ده هو اصلا مش اب علشان يروح يجيب ابنه ويبقى عايز يدور عليه. انا بقى ممكن تكون مجرد ان هو عند في مامته او والدته مش اكتر، يعني ان هو انت مش هتورهولي، طب انا مش هنفق او تمام. في الحاله دي حلو جدا مظبوط كلامك، انه فعلا ممكن يكون احنا برده مش قدام طرف زي ما هو هيتعنت في ان هو ما يوريش الاولاد لابوهم، هيجي الاب كمان طب انا هعمل القانون ده عشان ازهقك بيه او الاقي القانون بعد حضرتك لما ينزل بقى يبقى حد السيف على الاثنين بالظبط. انت تنفق غصب عنك ساعتها. ايوه هو ده اللي احنا عاوزينه، يعني كل واحد يقوم بكده تكون موجود في حياه ابنك غصب عنك وفي وجبات لازم يبقى كده بالظبط. ده انا بقول برضه يبقى حد، يعني انت ما تقدريش تمنعي الطفل عن ابوه الا هتعاقبي. للاسف القانون الحالي لا يعاقب الام. دي مشكله. يعني لو الام ما ذهبتش ما فيش مشكله، بروح برفع قضيه تنفيذ ساعتها بحكم عدم تنفيذ حكم محكمه. الام لو اقتنعت عن تنفيذ هي بتاخد ما فيها يعني. طب المفروض هي في حبس، هي القاضي ما فيش قاضي يحبس ام ابدا، بتاخد براءه مشاكل جنائي وبتاخد غرامه 50 جنيه. لا هو كمان تقريبا ان اذا كنت انا معلوماتي مظبوطه انه في حاله عدم تنفيذ حكم رؤيه لثلاث مرات متتاليه بيسقط حق، بيسقط الحضانه عن الام وبتنفذ. فايه اللي بيحصل؟ انا مش هروح، انا مش هروح ثلاث مرات. هي ما بتروحش اصلا، هي مش الام مش في دماغها. اوكي ثلاث مرات المفروض ان الحضانه تسقط. تسقط تروح لمين؟ ما هو القانون الحضانه بتسقط عن الام، تسقط لمين؟ طبعا هتسقط بحكم محكمه بعدين هي لعبه تنفذ
ولا اصلا بيصدر حكم. عشان ياخد الحكم ده يقعد سنه ولا سنتين يجري في المحكمه. لا لا اي حاجه من دي بتحصل. تاخد نقل حضانه مؤقتا لام الام ما تجيش، يروح يرفع عليها تانية تكون فتره حضانه الجد خلصت ترجع تاني الام. فالله بيبقى عامل زي كره البنج كده ما بين الام وام الام كده، ما بين مش طايل حاجه مش طايل حاجه. احنا برضو تاني. عايزين نلفت نظر الناس، نلفت نظر كل صاحب ضمير ومسؤول في المشكله اللي احنا فيها دلوقتي للاسره المصريه فيها، انه القانون دوت خلى شخص الاب، خلق من الشخص الاب انسان متهم طول الوقت طول الوقت في حاله دفاع عن نفسه، في حين لا هو ممكن تكون الام هي الحاضنة. احنا يعني الاب، انا بتكلم في حاله تيمو بحاجه، لان الخلافات بتيجي من الاب ومن الام لما بيطلعوا. لا انا بتكلم في حاله دفاع عن نفسه. بمعنى ايه؟ مش في حاله دفاع عن نفسه بمعنى لا والله انا ما زعلتهاش انا ما كلمتهاش، لا طبعا انا بتكلمش على الامور الشخصيه خالص، ولكن انا بتكلم في حاله دفاع عن نفسه حتى في ابسط الحقوق الطبيعيه اللي ربنا بالفطره اديها له كاب. زي ما الاستاذ محمد تفضل قبل شويه كان بيتكلم عن انه عن حقه، عمال ازاي بيدافع عن حق الرعايه المشتركه، ودكتور رؤيه كانت معانا على التليفون، حق الرعايه المشتركه عمالين ندافع عنها وعايزين نجيب اثباتات، في حين ان يا جماعه احنا مش محتاجين نثبت ده. زي ما انتوا بتقولوا الشريعه قالت ان الام تبقى حاضن، واحنا ما بنعارضكوش في دوت، وان الام هي اللي ليها حق الحضانه لاسباب كتيره جدا، اولهم الرحمه وال وكان الاب مش رحيم، ما اعرفش ليه هما بيربطوا دايما، في حين ان لو احنا رجعنا للقصص والقران، سيدنا يعقوب قعد يبكي 40 سنه على سيدنا يوسف عشان يجيبه، سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل قابت ركن اساسي من اركان ديننا على رؤية كانت اصلها علاقة اب بابن، مش اب مش ابن بام، يعني لو هنتكلم في القصص دي. ولكن انا بس حبيت ايه اقول حاجة صغيرة قوي للناس اللي يعني بتستخدم يعني كلام مرسل، ويعني دايما الام هي المظلومة، ان الام دايما هي اللي هي بس اللي عندها الرحمة اللي عندها العاطفة. فبس خليني اقول حاجه كمان، انه قبل احنا ما عمالين نثبت حق الاب في الرعايه، حق الاب في الوجود، حق الاب الصحه النفسيه بتقول مش عارف ان الاب لازم يكون موجود، او ان الطفل السوي لازم هو لازم يتربى بين الاثنين. حلو جدا. طيب احنا يا جماعه، احنا بقى مش انتوا النهارده بتقولوا ان الشريعه ادت الحق للام وربنا قال كده؟ طيب انتوا فين بقى من ربنا لما ربنا كلمنا عن كل ايات بر الوالدين ما ذكرش فيها تاء التأنيث؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما كلمنا احنا كبني ادمين وخاطبنا عن اجمل وارقى علاقه في الدنيا، وقال لنا عن ثوابها في الدنيا وفي الاخره، وكل واحد فينا ليه اب وام حلم حياته ان هو يبرهم علشان يدخل بيهم الجنه، ها ربنا كلمنا بصيغه المثنى. بس القران قال لي امك ثم امك ثم امك. لا، اولا القران ما قالش امك ثم امك، ده حديث شريف على راسنا كلنا من فوق وحديث صحيح. لكن انا بتكلم، وبرده الحديث هنا كان في موقف معين، في ناس كتير بتغفل عن ان بعض ساعات الحديث بيكون يعني في محيط موقف او حاله معينه. انا مش بقلل طبعا من الحديث ده، حديث كان لما راح رساله الرسول صلى الله عليه وسلم كان راجل كبير، ماشي يعني كان لما الايه بتقول وبالوالدين احسانا، وبالوالدين احسانا ايه المقصود؟ بالوالدين يعني جمع الاثنين مع بعض، مش يحسن الاب للام وربهما كما ربياني صغيرا. كل ايات البر بالوالدين في القران لو طلعناها ربنا سبحانه وتعالى تحدث بصيغه المثنى. كل القصص بتاعت الصالحين في حديث شريف. ليه بقى يعني اللي انا عايزه اقوله ان احنا يا جماعه مش محتاجين نثبت ان حق الرعايه والتربيه والنشاه والحب والعاطفه والفطره، مش محتاج اثبات ان لازم الاثنين يكونوا موجودين حتى وان وقع طلاق، لان الطلاق في النهايه هو شرع ربنا زي ما الجواز شرع ربنا. فاللي احنا بنقوله ان احنا هو ده اللي احنا بنقوله، ان احنا خليني افهم، يعني مشروع القانون الاستضافه اللي متقدم بيقول انتوا بتطالبوا فيه احنا مشروع الاستضافه او الاصطحاب او المعيشه طلع منين؟ فكرنا فيه ليه؟ قلنا فيه ليه؟ قلنا عليه ليه؟ لان احنا النهارده قدام قانون بيطبق اسمه قانون الرؤيه، او ماده الرؤيه داخل قانون الاسره. كويس؟ يعني باختصار كده، قانون الرؤيه دوت بيحصل، او تنفيذ حكم الرؤيه بيحصل في حاله ان الاب والام في حاله نزاع وصلوا للمحاكم عشان الام رافضه ان الاب يشوف الابن او يتواصل معه بشكل طبيعي. طب وصلنا للمحاكم، خد الاب حكم برؤيه ابنه، بيشوف ابنه في الاماكن اللي خصصها القانون، اللي هي مراكز ثلاث ساعات في الاسبوع، مراكز شباب، جمعيات خيريه، كان في اقسام شرطه، في اماكن اصلا غير ادميه حتى ان هي بتاثر على نفسيه الطفل. حلو جدا.
ده اللي بيحصل في حاله تنفيذ حكم الرؤيه. وكمان الجو بيبقى جوه اماكن الرؤيه غير ادمي. خلينا ناخدها كده مع بعض ايه بالراحه خطوه خطوه. ادي قانون الرؤيه دوت اللي بيحصل فيه. انا مش هنتكلم ومش هنقف كتير عند المهازل اللي بتحصل اثناء تنفيذ حكم الرؤيه، كويس؟ يعني اولا بيحصل حاله امتناع عن تنفيذ الحكم. طيب في حاله الامتناع القانون بيعمل ايه للست؟ بس دي مش حاله عامه ولا حاجه. لا لا لا، حاله عامه جدا. هي الحاله العامه يعني بعض الناس، اللي بتقوم بتقول لحضرتك ليه حاله عامه. النهارده الام اللي هي انا ايه اللي وصلني للمحكمه؟ ما هو اللي بيحصل احنا قدام فعلا واقع الواقع بقى اللي بيحصل ان الام حتى الام يعني مش احنا كنا في غنى قبل ما نوصل لمركز شرطه اسم شرطه او مركز شباب او حديقه او اي مكان عام خلي الاب يشوف ابنه فيه؟ كان ممكن دوت يتم بشكل طبيعي في مكان محترم في بيت في اي حتى لو في بيت حد من العائلات، مش هقول لك ان الاب ياخده في بيت جد او جد او عم او عمه او جار او اي حاجه. شوفي يا رمى، شوفي انا واحنا متفاهمه معاكي لغايه فين. كل دوت ما حصلش، احنا وصلنا للأسوأ منه، وصلنا للمحكمة، وصلنا لأن الأب بيروح بقميصه وبنطلون يقعد زي الغريب قدام. فطبعا الأم جاية بتنفذ حكم حاجة على رقبتها، فإيه اللي بيحصل؟ أولا بتيجي علشان تقول أنا جيت، كويس؟ لو هما ثلاث ساعات، مع إن هو ده مش مطلبنا برضه، مش دي مشكلتنا، هي ممكن تيجي ساعة أو نص ساعة أو ما تجيش. فأنا بكلمك بقى كمان، أنا مش هكلمك عن اللي ما بتجيش خالص، مش هكلمك عن اللي بيجي نص ساعة، مش هكلمك عن اللي بيجي ويقعد الاب موضع الغريب المهان من الطفل. في فيديوهات موجوده ان الاب بيحاول يكلم اطفاله، هم طبعا واخدين اوامر، هم اصلا هم من غير ما ياخدوا اوامر، هو بالنسبه لهم فعلا قدامهم ده طرف غريب، شخص غريب عنهم، كويس؟ فانا بكلمك عن مش هقول لك عن اسوء الحالات دي، انا بكلمك عن احسنهم، عن احسنهم خالص. ان حكم الرؤيه بيتنفذ، ان الام بتيجي، انا اسرح بخيالي لغايه كده، مع انها بيحصلش، بيحصل اسوأ من كده، ان هي بتيجي وبتنفذ حكم الرؤيه. طيب احنا بقى النهارده قدام كل صاحب ضمير وعقل. قبل ما تخشي كاميري، يعني في مره كنت قاعد ودخل عليا شخص بيكلمني بيقول لي انا اسمي فلان، انا ضابط قوات مسلحه وموقعي على الحدود في رفح. قال لي يا استاذ محمد انا حالتي اسوأ منكم، انا رجل متضرر ومطلق انا كمان. شوف تخيل بعد ما اقضي 20 يوم على الحدود ما بين كمين واثيها، ما بين طلعت بنطلع على معاقل الارهابيين، الموت بشوفه في كل لحظه، الدم على طول حوالينا، الحياه دي كلها اللي انا عايشها في الجبل، وما اجي انزل واشوف كل وسطات الدنيا والاخره وابعتهم لطلعت عشان اشوف هي اللي تيجي الرؤيه وما تجيش، في النادي وما تجيش. انت تخيل نفسيتي تكون عامله ايه وانا راجع تاني في المواصلات عشان ارجع الجبل الحياه اللي كنت احنا فيها. عاوزين قانون عقوبه يعاقب الام اللي ما تجيش. احنا عاوزين ده. تخيل يعني بيقول لي انا مش حاله فريده يا استاذ محمد، احنا ضباط مختلف الرتب، مختلف المواقع وعساكر. انت عارف انا وصيتي ايه؟ انا حاطط صوره ولادي تحت المخده، وصيتهم لما يجي اجل الشهاده يحطوا لي صوره ولادي جوه في كفني في حضني، عشان لما اموت حرام اتحرم من حضن وانا عايش في الدنيا وانا ميت في قبري. ما هو حرام ان انا واقف، انا حاسس ان انا هناك من على الجبهه، انا واقف بحرس حدود دوله وفي بلد ثانيه ياخد مني عيالي. اشوف احساسه ازاي؟ طبعا ما حدش يرضى بده، فظيع جدا يعني الناس فوق بيحمونا بحياتهم واحنا مسخسرين فيهم يشوف عيالهم. يعني هو راجل بيقول انا بحرس بلدي مستأمنين على شرفها وعلى ارضها وعلى ناسها، مش مستأمنين على عيالي. هل ده اجازتنا؟ مفيش حد يقول كده، بس هو القانون لازم يبقى فيه عقوبه للام اللي ما تجيبش. ما هو اكيد الاب مش القانون بقى، لا القانون لازم يترمي ويتحط قانون جديد. بقى اللي هو قانون يعني عشان برضو تعقيبا على الاقتراح اللي حضرتك بتقوليه، فاحنا بفترض معاكي، وقفت عند نقطة بفترض معاكي احسن الحلول واحسن هنسرح بخيالنا ان الام بتنفذ الحكم وبتيجي عشان الاب يشوف الابن. طيب هل الواقع اللي احنا عايشينه دوت او الحالة دي ادمية للطفل؟ لا طبعا. ان هو لا. تبقى كل علاقته بابوه ثلاث ساعات في الاسبوع بيشوفه في جنينة عامة وسط احكام تانية بتتنفذ، لان انت عندك تنفيذ حكم الرؤية ما بيكونش لحالة واحدة، هو اللي انت بقى بتطالبه بيه بيجتمع فيه الناس ديت.
وهل النهارده كمان ارتفاع سن الحضانه لغايه 15 سنه؟ لو احنا افترضنا ان الطلاق ده في سنوات اولى من الجواز، وطبعا اصلا ارتفاع سن ارتفاع نسبه الطلاق هي للاسف كمان الشيء الغريب جدا، إن يعني احنا السن الصغير سن صغير جدا، في جوازات ما بتقعدش سنه او اتنين، في ثلاث شهور، في ثلاث ايام، النهارده احنا قدام حوالي 4-3 ايام كويس. فهل النهارده ومع ارتفاع سن الحضانه 15 سنه لغايه 15 سنه، لو احنا حسبنا ان احنا كمان برضو الناس متفائله جدا وبنقول ان حكم الرؤيه بيتنفذ اسبوعيا لمده 3 ساعات لغايه ما الطفل يبدا يبقى عمره 15 سنه، خلينا نحسبها بحسبه صغيره، هي هتكون كام ساعه في حياه او كام يوم في حياه الاب والابن لغايه ما يوصل لسن في العصر اللي احنا فيه دلوقتي دوت. وتعقيبا على كلام دكتور رؤية لما قالت التكنولوجي واللي حاصل، يعني اظن ما فيش حد يقدر ينكر النهارده اللي عنده 15 سنه دوت، يعني هو زي ده الطفل عنده 3 سنين دوت بيستخدم تابلت احسن منك. انا عايز اقول لك ان النهارده يعني عايزاكي تحكمي على العلاقه بتكنولوجيا المعلومات، عصر تكنولوجيا المعلومات اللي احنا فيه، طفل عنده 15 سنه هو شاف ابوه، ده شافه، وانا بقول لك ان هو ما شافوش، لا هو لازم الاب يشاركه تربيه ابنه، يعلمه الصلاه، يعلمه من هنا بقى ازاي يتعامل. احنا جينا عشان كده احنا بنتكلم ان قانون الرؤيه ده ظالم، احنا لا نطالب بتعديل ساعات الرؤيه، احنا مش بنطالب بارتفاعها او بزيادتها، مش بنطالب بتغيير مكان للرؤيه، مش بنطالب بكل ده، احنا بنطالب ان قانون الرؤيه ده يتحول لحاجه اسمها استضافه او معيشه او اصطحاب، بمعنى ان النهارده دي الوسيله الوحيده اللي تخلي الابن ينشا، اللي نسبه لو في ضرر احنا بنقلل نسبته، يعني لو وقع ضرر بنسبه 50% احنا 80% احنا عايزين نخليه 50% او 40% او 30% او نشيله خالص عن علاقه هي من اسمى العلاقات، علاقه اولاد واب وام، علاقه اسره. بنطالبوا الاستضافه دي تبقى قد ايه؟ بنطالب الاستضافه دي بنقول فيها ان الاب وعيله الاب ليهم حق في الطفل او في الصغير سواء كان ولد او بنت. المقترح اللي احنا مقدمينه ان يكون لو احنا بنتكلم عن ويك اند، الاجازات اللي هي جمعه وسبت من كل اسبوع، وفي الاجازات نصف سنه اسبوع الصيفيه تكون مناصفه بين عيله بين الاب والام يعني. والاعياد مناصفه، والاعياد مناصفه، كل وسيله تتاح للاب ان هو الجد من الاب والجد من الاب لازم يتعاملوا مع الولد ويعرفوا ليه، لان احنا كمان قدام مشكله ثانيه الناس برده مش حاسه بيها. النهارده المجلس القومي للمراه واحترامنا لكل الحقوق وكل اللي بيحصل، ليه بيان عايز حد يعني يرد على سؤال؟ ليه النهارده بيتم النظر الام كويس اللي بيقول ليها الحضانه في حاله اسقاط الحضانه عن الام، فبتكون البديل على طول الام، وطبعا بينتقل ليها الحضانه بشكل سوري، ليه اصلا ما بتنتقلش؟ نكون واقعيين، ده في حاله لو الام اتجوزت مثلا او توفت او القانون نفذ ان هي اسقاط الحضانه عنها علشان تمتنع عن تنفيذ حكم الرؤيه للاب. كويس، انا هتفائل معاكي واقول لك ان القانون هينفذ، بتسقط لمين؟ للام. طيب النهارده بتقول اقصد يعني دي ام الام جدا كويس. طيب احنا النهارده ام الام دي مش هي امراه برضو؟ طيب ام الاب دي هي ليه ما بتتعاملش برضو؟ مش ليها حقوق؟ هي مش برضو داخله ضمن حق المراه؟ ليه هو بيبقى بعد ام الام ام الاب؟ ليه القانون بينظر لام الام بكل، ليه يكون في طرف؟ ليه انا دايما طول الوقت عندي طرف بينعم بالطفل او بالصغير بمشاركته في حياته، بوجوده، بان هو بيشوفه، بان هو بينيمه، بيصحيه، بياكله، عارف حياته، عارف تفاصيل اللي بتضحكنا احنا واحنا بيت وعندنا فيه طفل صغير، وبين طرف تاني قدام حالات هم بيتمنوا والله يسمعوا عنهم، مش يشوفوهم. احنا قدام حالات ما نعرفش حاجه عن الاحفاد، احنا لو الام مشيت راحت في حته احنا ما نعرفش راحت فين. خليني اعرف مشكله استاذ محمد، حضرتك متضرر من قانون الاسره. بالفعل حضرتك انا تقريبا ما شفتش بنتي من اكتر من 5 سنين ونص. والمره الوحيده اللي شفتها كان بعد ما طليقتي رفعت عليا دعوه بطلب مصاريف المدرسه، عرفت من وصل هي مدرسه ايه. ورحت المدرسه هناك اشوفها، عدت من قدامي ما عرفتنيش. تمام، انت حضرتك ما قمتش برفع دعوه رؤيه او رفعت دعوه رؤيه؟ ما بتجيش. يعني ايه ما بتجيش؟ يعني ما بتحضرش نهائي. ووصلت لي رساله وحضرتك بتقوم بواجباتك وكل حاجه لحد ما رفعت زي ما قلت لك مصاريف المدرسه، عرفت بنتي في مدرسه ايه.
رحت ابص عليها، المدير بيقول لها اسمك ايه؟ قلت له اسمي محمد ابا، قلت له اسمي مريم ومحمد ابا عظيم. طب اسم باباك ايه؟ لقيتها بتقول اسم جدها ابو مامتها. وبصالي طب يعني هم مفهمينها ان جدها هو ده باباها، ده اللي عايش في حياتها، ده اللي اتربت في بيته، ده اللي كبر في بيته، تعرفنيش نهائي، انا ممحي من حياه بنتي، حتى اسم ابوها ما تعرفوش، بتقول اسم واحد تاني. يعني طب فكرت لو هرفع اسقاط حضانه وبعدين هتذكر حضانه الام الام، ما بقى ناخد اجراءات القضيه الثانيه ضد الام الام عشان ما بتجيش، اكون حضانه رجعت تاني للام، لانها بترجع نقل الحضانه بيكون مؤقت للجده، فبقى ناخد اجراءاتي ضد الجده تكون الحضانه ارتدت تاني للام، بفضل انا كلمه بين الاثنين. فعشان كده ما لقيتش، يعني لقيت ان الحل الوحيد مش في المحكمه، الحل الوحيد هو القانون نفسه يتغير عشان ارجع تاني في حياه بنتي. حضرتك بتطالب بايه في قانون الاستضافه؟ بتطالب بايه؟ بطالب بالقانون ده عشان اكون متواجد في حياه بنتي، اعرف بتحب ايه، تكره ايه، حياتها هتكون ازاي، مين هيكون اصحابها، تفكيرها هيكون ازاي، شخصيتها هتتكون ازاي، تكون تحت عيني، تحت رعايتي. ايه رسالتك الاخيره؟ رسالتي الاخيره الرحمه. رحمة الملايين الآباء والجدات والأعمام. يعني حرام يعني نكون بنبني دولة ونهد فيها الأب. إن إحنا نكون بنرسي دعم اقتصاد إن شاء الله هيكون قوي، وإحنا بنثق في سيادة الرئيس واللي بيعمله، وإحنا ندمر فيها الرجل. قوانين دمرت قوامة الرجل في الأسرة وفي الحياة كلها وفي حياة أولاده. عايزين يرجع دور الأب زي ما كان. يرجع يحترم، يرجع يهاب من اطفاله، ترجع الزوجه تقدره من تاني، لان عارفه انها اذا تخطت حدود معينه او حصل مشاكل معينه وكل معين ده بيهدف لحق الطفل ورعايته، حق الطفل زي ما قلنا رعايه سليمه. يعني حضرتك لما كان سن الحضانه 7 سنين و9 سنين كان نسبه الطلاق لا تتعدى 1% في مصر. دلوقتي لما بقت 15 سنه ويخير، بالاضافه الى قانون الخلع، تقريبا نسبة الطلاق تقريبا يعني تجاوزت ال 40% على نهاية 2016. يعني دلوقتي يقول انها كمان ممكن تجاوزت 50%. رقيب المأذونين طلع في مداخلة في أحد محطات فضائية، قال لك حاليا دلوقتي كل قصاد عقدين جواز عقد طلاق. رسالة حضرتك وصلت. حضرتك متضررة برضو من قانون الأسرة؟ احنا طرف متضرر طبعا، طرف من عيلة الأب متضررين طبعا. ورسالة اللي تحب توصليها دلوقتي ايه؟ انا الرسالة اللي احب اوصلها لكل صاحب ضمير، يعني كل حد عنده ضمير ينظر بعين اعتبار للبلد دي لو فعلا بيحبها، لان احنا واحنا صغيرين خدنا اول حاجة ان الاسرة نواة المجتمع. فالاسرة دي بتتكون من اب وام واطفال، فلازم لما تحط قانون تراعي فيه كل اطراف الاسرة اللي انت بتتكلم عنها دي، اللي انت بتقول عليها نواة المجتمع. ولما تيجي كمان لما نيجي نتكلم عن الاسره كنوال المجتمع، وما تيجي تتكلم عن طفل ان هو نوال المستقبل، فانت النهارده لازم تحط قوانين رادعه لاي طرف يسيء استخدام حق الدهول القانون بيكون بدوره بيأذي الطفل. لان الواقع دلوقتي ان احنا قدام اذيه مباشره لمصلحه طفل هو ملوش اي ذنب ان اب وام انفصلوا، وبيستخدم كاداه ضغط، سيف ودرع في معركة مش عارفين هتنتهي امتى. فدور القانون او دور الناس اللي عندها ضمير ان احنا ما نفضل ان المعركة دي لازم يكون ليها نهاية، وان الطفل ما يكونش طرف فيها. القوانين الحالية لازم يتبص لها بكل بعين الاعتبار، نبص بنظرة اهتمام للمشاكل اللي افرزتها فعلا جوه المجتمع، تأثيرها والواقع اللي بتحصل فيه، واللي نعمله يكون في المصلحه. رساله حضرتك وصلت. بنشكر حضرتك استاذه مروه خلاف. شكرا ليكي. بنشكر حضرتك استاذ محمد ياسين. شكرا لحضرتك لدعوتك الكريمه. وفي نهايه حلقتنا بحب اقول لمشاهدينا الاطفال ملهاش ذنب، احنا بنسعى ان في مصلحه الطفل انه يبقى ليه رعايه صحيه سليمه، تربيه سليمه، صحه نفسيه سليمه، وكل ده عشان الطفل. نلقاكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. تصبحوا على خير.